الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع جوانب الدين وفي جميع جوانب الإسلام، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. لأن بعض الناس من جهلهم أو من تأثير العلمانيين عليهم يريدون الدين في المساجد وفي دور العبادة فقط، وإذا سمعوا من يتكلم عن دين الله تعالى ويرشد الناس ويذكرهم في غير المساجد فإنهم يغضبون ويتضجرون. وهذا إن دل إنما يدل على ضعف ولائهم لهذا الدين وعلى قلة غيرتهم لهذا الدين العظيم. لأن الدين يا جماعة ما في المساجد بس. يوسف عليه السلام وهو في السجن يدعو إلى الله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ولو لاحظت الحديث ذا النبي عليه الصلاة والسلام حدث به معاذا وهما على ظهر حمار، يعني ما في المسجد. فذا يا جماعة أول مسألة نحن دارين نعلق عليها مهمة جدا. الدين ده والله فيه الخير في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة، ومفارقة الدين فيه، في هذه المفارقة فيها الشقاء في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالناس جزاكم الله خير، الناس ما تتضايق، ونحن شايفين الناس الحمد لله وجوهها يعني فيها الخير، نحسب والله حسيب. ونحن في مناسبة أخينا محمد زين لجوشو حفظه الله، ذاك العملاق أستاذ جوشو ده كان في الردمية تعب الناس، خشي الزلط برضو تعب الناس، وجوط السوق كله ناس بيجاي هايجين وناس في البيت وناس يجوا يقصوا ملابس برضو هيجون، تركب المواصلات برضو مشاكل. وذا جماعة دي حاجة طيبة، مش طيبة انه تسوي مشاكل، طيبة انك ما تكون ميت. يعني لما تخش في الدين ده صح وتعرف العقيدة الصحيحة وتعرف المنهج القويم ما تكون زول باهت وزول ميت، خليك زول مؤثر. ما هو العريض ده ترى هو عقد، الزول لما عقد خلاص، يعني قصة نرغبه في الزواج وكذا أصلا عقد. الباقيين الشباب الله يزوج لهم إن شاء الله، وعمامك الكبار برضو زوجته توفت برضو الله برضو يزوج لهم.
المزوجين تراه خليهم هذه بيسوي لنا مشاكل، الناس القراب تجينا حله طايره ولا حاجه تراه خليهم، لكن في نهايه المطاف وجايز يتزوجوا. لكن انا نقول يا جماعه الزول اللي يتزوج ده دارين ندي وصايا، ما خلاص هو عقد واسي دار يخش في مرحله جديده، والله سبحانه وتعالى قال في القران لتركبن طبقا عن طبق. قال ابن عباس رضي الله عنهما اي حالا بعد حال، وبعضهم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت في الحياه دي بتمر باحوال واطوار، طفل تبقى شاب تبقى كبير في السن تبقى عجوز شيخ الى اخره، وتفارق الدنيا قد تفارق في مرحله من المراحل دي. فالزول يتزوج، الزوجة دي عاملة كيف؟ وبينه وبين الزوجة هدفهم يكون شنو؟ أول شيء يا جماعة الله سبحانه وتعالى خاطب الرجال والنساء، قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وذكر مجموعة من الصفات والأوصاف إلى أن قال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أسرتك دي تكون قدوة لغيرك، وأسرتك دي تجمع خصال الخير، وأسرتك دي تخرج شباب ينفع الأمة، وده أجر ليك بعدين. أول شيء تبدأ به تسأل الله التوفيق، مش اتزوجت أول شيء أبدأ به أسأل الله التوفيق. قال الله تعالى عن المؤمنين وعن عباده في سورة الفرقان ذكر لهم 11 صفة، من ضمن الصفات ذكر 11 صفة، منها قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني انت أسرتك دي تكون قرة عين والله ينفع بها، ما تكون من البداية اتزوجتها من شهر العسل يفتحوا في الديجيتال يتفرجوا كروتانا شنو ما بعرف وإيبي شنو ما بعرف وغنوات وبلبلة ساي من البداية. بعد شويه يلدوا لهم طفل يشغلوا له مسلسلات بتاعت اطفال كديسه ويسوق في فار وناس ينطوا بالشباك وده يطقوا كهرباء جسمه يجر حتى عظمه يلحقوا وبلبله ساي وكلام فاضي ساي. انت اولادك قدرت تربيهم على الخير وتربيهم على التقوى واقرا القران بتلقى الكلام ده. قال تعالى في القران ولقد اتينا لقمان الحكمه أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. شوف علمه أول شيء شنو؟ مش علمه حاجات الدنيا وخلاه من حاجات الدين، يعني ما قال له أسمع لو قلت لك طوبة طوبة، ما في ناس بيعلموك كذي، اللي قلت لك طوبة مبلولة ما ترفعها بكون تحتها في عقرب، واللي قلت لك زلط ما تقطع إلا تتلفت بالجنبات. إدارة لا تعليم دي، والمجنون بيتلفت، مجنون ده تلقاه يلقط في الأكياس لما يجي الزلط ما بيمش ساي، على الأقل شوف أي مجنون تلقاه يتلفت بيجاي وبيجاي، دي حاجة ما دارة تعليم. التاني يبقى شنو؟ يبقى مارق وكذا وكذا. علموا الدين، علموا العقيدة خاصة في بلدنا دي، وبلد إلى الله المشتكى ونشكو إلى الله غربة الإسلام. بلد دي فيها حرب شعواء، حرب عقيم على الدين، من الطفل يركبوا فيه حجاب، من الطفل يركبوا فيه كمون. الله المسك السماوات لا سنة ولا سنتين ولا ألف سنة ولا ألفين ولا 3000 سنة، مما خلق السماوات ماسكة وحافظة
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. السماوات دي حافظة وماسكة، والأرض والجبال والبشر، ما يقدر يحفظ الطفل من العين، ما يقدر يحفظه من العقرب سبحانه وتعالى، حفظه جوا بطن أمه، جوا بطن أمه، أمه تأكل الشطة وجوا ما تعمل لشيء، وهو ذاته عنده مجرى معين الأكل يجيه بيه والكلام ذاته يمرق بيه، شغلة ذاتها عجيبة جدا. البرمجة دي جوا إذا صح التعبير أتدبر الكلام ده منه الله سبحانه وتعالى، من طفل يعلقوا في كمون، وده شرك. إذا اعتقدت إنه الكمون ده بيحفظ الطفل ده شرك بالله. ما هو الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، أشرك بالله، لأنه لو عنده عقيدة إنه بيحفظ الله براه ما كان علق لكمون. وابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، لأن القرآن ما نزل عشان يعلقوه في الطفل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الطفل كبر شوية يقول له: اسمع السفنجة ما تخليها مقلوبة بتقلبها علينا، يعني اعتقد في سفنجة. فرق الفرق شنو بين زول اعتقد في حجر صنم وزول بيعتقد في سفنجة تقلب حياته؟ سفنجة مقلوبة يقول لك صلحها، إن جات كتاحة يقول لك يكضبه البلد دي، يقول لك محمد معانا ما تخشانا، ما شفتهم تبت تكذب محمد معاك في السودان صلى الله عليه وسلم، تكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. الزول إن شاف الكتاحة يقول شنو؟ شاف الهوى دي والريح. الرسول ما علمك تقول شنو صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خيرا وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. اللهم مش تكذب وتقول محمد معانا ما تغشانا صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اشتروا عربية يعلقوا تحت جزمة الطفل، يقولوا عشان ما يعاينوا للعربية يعاينوا للجزمة، عشان ما يدوا العربية عين ينشغلوا بالجزمة. دي ما تميمة ذاتها، ده قال التميمة سموها تميمة ليه؟ قال ابن عثيمين في القول المفيد: لأنهم كانوا يعتقدون أن بها يتم دفع العين. اشتروا بيت تلقاهم معلقين قرون في الباب، قرون بتاعت بقرة ولا هنا تور معلقينها في الباب، ليه معلقين القرون؟ هل دي زينة؟ والبيت بيزينوه بقرون، البوية كملت ولا اسمنت والحاجات، بس بقى القرون بيزينوا بها البيت. عقائد والله يا جماعة غريبة مرة واحدة. الطفل إن ختنوه طهروه يودوه البحر، ولكن ما دخلوا البحر وكشحوا فيه موية ما بليد بعدين، معقولة؟ والناس اللي ما عندهم بحر ديل ديل بلدوا بالبلوتوز ما الله ما رازقهم، كله هوس في البلد دي والله الذي لا إله غيره. تمشي قدام المرأة دارة تعتر، عربية دارة تنقلب، بدل تنادي الله الخلق الكون سبحانه وتعالى تقول: يا فلان الحقنا، ويا فلان افزعنا، ويا فلان ويا فلان، ويدك واصلة. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن، قال: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ده منو يا جماعة؟ ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال لك غير الله ما بيملك قطمير. القطمير اللفافة البيضاء الغشاء،
الذي بين التمرة والنواء، يعني تشق التمرة جوا المصماصة دي فيها غشاء أبيض لو لاحظت له، ده قطمير. قال لك قال غير الله ما بيملك من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا ما قرآن واضح؟ للأسف يا جماعة الشديد وبنفس بارد كده، للأسف الشديد المؤلم، تلقى الناس اللي بيدعوا غير الله ديل ما بصدقوا القرآن، ولكن احنا نؤمن بالقرآن ونحفظ القرآن، لكن والله الذي لا إله غيره ما بصدقوا القرآن، لأن لو بصدقوه بالراحة. قال لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وده قال لك إن ناديت غير الله بيسمع، تصدق منه؟ والله سبحانه وتعالى قال ولو سمعوا، هو ما بيسمع، لكن ولو سمعوا ما استجابوا لكم. واللي بيلحقني ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ده شرك، ولا ينبئك مثل خبير. وعشان ما تقول الآيات دي في الأصنام والآيات دي خاصة بالمشركين الأوائل، قال يا أيها الناس، ده مال الأصنام، ده للناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. عشان كذا يا جماعة الزول الطفل والأسرة يعلمون على الدين، يعلمون على العقيدة والتوحيد. كثير من النساء يا أخ لما يموتوا عقيدتهم في بشر، كثير من الناس ناغشناهم في الشارع ذاته، في المكان ده ناغشناهم، يعتقدوا إنه فلان بدي الجنة. واحد ناغشته هنا جم محل المويه دي هنا في المحل ده قبل 3 سنوات، قال لي فلان ما بدي الجنة، هو فلان بيخلق عديل خليه ما بدي الجنة، عديل كده والله الذي لا إله غيره في المكان ده. واحد أسي من الشباب ناغش زول في العزبة دي، قال لي يا أخي الله قال أنا بنيت السماء، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وشيخكم قال بنى السماء، الصح يا تو كلام الله ولا كلام شيخكم؟ قال لي بنوا سوا والله الذي لا إله غيره. واحد في الفتحاب قال أنا بحب الرسول أكثر من الله سبحانه وتعالى، أقرب زول جنبه قال له يا أخي الله خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تحب الرسول أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ وده موجود في البلد دي، أوعى يغشك زول، وأوعى زول يقول لك المواضيع دي ما تتكلموا فيها، ما تتكلموا فيها دي جابت لنا غضب الله سبحانه وتعالى. ما تقولوا الحق الواضح وتقبلوه، ده اللي جاب لنا التعب والبلاء والمصائب والآلام. قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ناس الله يديهم جينيات يقولوا ادونا لا ناس فلان، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ناس الله ينجيهم من الكرب يقولوا نجانا فلان وصدق الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يا أخي الله قال في القرآن سبحانه وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. بعد قال له معقبات، الله سبحانه وتعالى جعل لك معقبات، ملائكة، ملائكة الله بيحفظك بها. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. عشان ما تعلق لك حجاب. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. بعد ده كله قال وهم يجادلون في الله. بعد الحاجات دي كلها والأشياء دي كلها بعد الأشياء دي كلها قال وهم يجادلون في الله. يجادل في الله يقول لك يعني الله براه؟ لا بس نحن ندعو الله ده براه بس كده؟ لا فكيل لا شيخ لا ولي لا حي لا ميت الله بس. والناس اللي اعترضوا الاعتراض ديل ما زمان الله حكم عليهم. قال صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ومشت الآيات ومرت الآيات إلى أن قال الله تعالى عن المشركين وهم يعترضون على دعوة الحق قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ودي مشكلة العالم شتى الليلة. شفت مشكلتهم كلهم البزاعل الله واحد. هسه مش يتكلم في التقوى زول ما بيسألك. تكلم في بر الوالدين ولا زول بيسأل. والله نصراني يهودي يمكن ما يسألك. تقول له بر الوالدين والوالدة وزمان وربتك وتعبت فيك وكذا وكذا والأم حنينة وخواجات خواجات بيكتبوا في الموضوع ده. ما وجدت وسادة ألين من الأم وما وجدت كذا والمخلوق الذي لا يتكرر الأم وتطلق زوجتك لكن ما بتطلق أمك. موضوع لا بخالفوك فيه. تكلم عن السرقة تكيفوا منك جدا. تكلم عن الطلاق تكلم عن أحكام العدة تكلم عن الطهارة تكلم عن الصلاة. اليوم اللي بتجي تقول الله واحد أحسن كلمة لا إله إلا الله. نادوا الله براو ما تنادوا غير الله. ما تتوكلوا على غير الله. ما بيعلم الغيب إلا الله. ما بدي الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. ما تلجأوا في الشدائد إلا لله سبحانه وتعالى. ما تعتمدوا إلا على الله جل وعلا. لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى. الدنيا تقوم وما تقعد. يهود قالوا عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله. نصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله. بلدنا دي فلان مع الله. ننادي الله وننادي فلان. نلجأ لله ونلجأ لفلان. الرايحة بجيب الله وبجيب فلان وبحوط فلان كأنهم ما قروا القرآن. ما قريت انت القرآن بيبطل حاجة اسمها تحويط. أقرأ سورة فاطر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما قريت سورة الأنعام. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلازم يا جماعة الأسرة يربوها على التوحيد. لازم يربون على العقيدة الصحيحة. الطفل يا جماعة زي ما قلت زي العتوت خاف من أي شيء ينهار ويجر منه. لكن علموه على التوحيد والعقيدة الصحيحة وعلى تعظيم الله وعلى الخوف من الله وحده لا شريك له. يكون ماشي في الأرض دي زي الأسد. ما شفت الأنبياء؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ناس ثابتين. ما شفت هود عليه السلام؟ قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني
فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما شفت نوح عليه السلام واتل عليهم نبأ نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ما شفت النبي عليه الصلاة والسلام إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ليه لا تحزن؟ إن الله معنا. دي العقيدة. ما قال لي أنا نبي وإنت أكبر ولي، إنت أبو بكر وأنا أعظم نبي الرسول عليه الصلاة والسلام، والكفار دي لسي بنفخهم لك. ما قال لك هذي، ولا أسي بتبين فيهم، ما قال لك هذي، ولا أسي بغير عليهم، ما قال لك هذي. لا تحزن إن الله معنا. شكي الصحابة تربوا على العقيدة دي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. كثير من الناس بيقول الكلمة دي لكن ما عارف معناها. حسبنا الله يعني كافينا، يعني الله بكفيك، ما محتاج لغيره، انت ما محتاج لغيره. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس أي الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الله سبحانه وتعالى قال عنهم زادهم إيمانا، ديل الدم سائل منهم، مجرحين في منطقة يسيمة حمراء الأسد بعد أصابهم القرح في يوم أحد، وجو المنطقة دي عسكروا فيها وما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام نحن تعبنا، ولا قالوا له احنا افترنا، ولا قالوا له احنا اتجرحنا، الدم سايل. وجاءهم عتبة ولا واحد من القوم في تفسير ابن كثير لسورة آل عمران، وقال لهم إن الناس يعني الكفار قد جمعوا لكم جايينكم خلاص فاخشوهم. الله سبحانه وتعالى قال الكلام ده فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله يكفينا الله ونعم الوكيل. لما قالوا الكلمات دي من جوا قلوبهم الله خوف المشركين ورجعوا، ودين رجعوا المدينة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولذلك يا جماعة الزول دائما عقيدته تبقى في الله تمام، زول يكون موحد يا أخي، الله عظيم يا أخي، الله كريم. ليه أنا ألجأ لمخلوق يا أخي بياكل ويشرب ويجوع ويعطش ويمرض ويموت؟ والله يقول لي في القرآن سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. ودي ما يساء ليزول ولا نبذ ليزول، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف ابن أبي شيبة قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله الذي في السماء، في رواية فإن الله حي لا يموت. تتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى. وربي ولدك على العقيدة دي خلي زول تمام. الحاجة الثانية أو الثالثة اللي بيوصي بها الزوجين أن يتعاونا على البر والتقوى. الزوج قام صلاة الصبح يصحي زوجته، الزوجة دارت تمشي لها حفلة يوقفها، دارت يتبرج يذكرها بالله سبحانه وتعالى ويبصرها، دارت تعمل فتن بين الأسر يخوفها بالله سبحانه وتعالى. فلا بد من التعاون على البر والتقوى. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. انت مسؤول. لما المرأة تبرق من بيتها وهي متبرجة وهي عاصية لله سبحانه وتعالى، قريها القرآن، اشرح لها الآيات اللي في القرآن اللي بتعلم الزول الأدب، كقول الله تعالى عن موسى عليه السلام: فلما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، سأل البتين قال لهم ما خطبكما، يعني بالدارج اتما الكن، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني احنا ما نجي نزاحم الرجال لانه يند ادبا، لانه ما ادبات ومرق من بيت بيت طيب، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، يعني هو في البيت لانه كبير في السن، لو ما كبير ما كان سقينا نحن، كان جهو براو. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قبل لأنه الرعي داير كمية أو براء الواحد ما بتقدر ترعي ترعى، جابت معاه أخوتها، لكن كونه تنادي الرجل الذي سقى لهما وهو موسى عليه السلام وهو كليم الله، واحد بتكفي ما جانا الاثنين، لا انا هنا اصلا ما بريدنا المرقع. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، يا خاص بناتنا الا من رحم الله تعالى. والله انا مره في البلد مشيت كليه لقيت اكثر من 300 بت الساعه 11 و7 دقائق حسبتها بالساعه بالليل، ما رقات من تخريج، والبنات والاولاد مارقين سوا 11 و7 دقائق بالليل راكبين اتوز. قلت له بتاع الاتوز ديل قريب 300 بيت، يعني في 300 بيت سوداني مسلم نايم يشخر، 300 بيت يشخر ما جايب خبر، بيت اللي وداه تخريج شنو؟ ولا شهاده ما بطلعوها الا بتخريج، وياتوا شهادة ذاته يا اخ، جامعة فيها محاضرتين وفيها 10 جلسات مع الأولاد، ده أصله دي شنو ذاته؟ فوضى عجيبة جدا والله الذي لا إله غيره. إنت كلامنا ذا المرضى هس الليلة دي أمشى الساعة 2 صباحا لف الشوارع دي، تلقى بنات لافات ورقشات والناس يركبوا والبيت تركب وعربات مظللة والجماعة يركبوا ومواتر، موضة غريبة. أول أمس ماشي في الشارع لقيت موتر في واحد لابس جلابية، وراه بيت لابسة سكيرت وبلوزة، وراه ولد لابس جلابية ولا عراقي، وقاعد خاتينها في النص، خاتينها زي البستن بين السرير ديل وراس المكنة، والله الذي لا إله غيره. دي أمة تمشي لقدام وبعد ده يقول لك والله مولانا البنزين ده لياسي الصفوف دي صعبة جدا، والعيش ده الرغيف ده في داعي تاكل رغيف؟ إذا كان شغلة زي دي والله ده ما ماسك الكون هو سبحانه وتعالى إذا صح التعبير، الرزق ما بيده، ناس تحاربوا في الأرض يا أخت تعصي فيه سبحانه وتعالى، الناس تربي الأسر على الدين، شنو بيت يا أخت تسافر من البلد تجي الجامعة وأنا قاعد في البلد متفن أهيز ورز والشنب يربط عتوت، تلقاه قاعد وانا بنتي بسخ فيها بوديها الجامعه، في بنت ولدوها منحرفه، في بنت ولدوها كده منحرفه، ولا يا هو رسلها في البصل المساعد بديها كلمتين، والسواق بديها 5 كلمات، وما بعرف وين، ويمشي تمشي الجامعه في شلليات قاعده في الجامعه، ديل كبيت العنكبوت وفيه العنكبوت قاعدين يصطادوا طق طق طق، كأن همهم نشر الرذيلة والسوء بين المسلمين.
رسلوا لها مجموعة من البنات ومجموعة من الأولاد، وعندنا عزومة وعندنا تخريج وعندنا كذا وتبرج، لحد ما شباب سووا برنامج اسمه شباب توك، حوار شباب جايبينهم بيت مرقت قالت احنا دارين المساواة بين حقوق الرجل والمرأة، ودارين قالت لي انا الساعة 2 صباحا يثبتوني ناس السواري ويقولوا لي انت مطلوقة، يعني 2 صباحا دي يقول لك شنو؟ وإذا تلاف ال 2 صباحا دي الوراء ده منو؟ دارين نعرف يا الغنماية لو مغربت الواطة ما جات بيفتشوا ليها غنماية مرت تلف. ولذلك يا جماعة الشر ده كله لابد من الأسرة نبدأ نعالج، والله الذي لا إله غيره. البيت تربيها على الدين، تربيها على الحياة يا أخي، شابة ما عندها خجل وحياة وتواجه الرجال وتصادم الرجال دي ما بتنفع بعدين. المرأة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، والمرأة بغير حياة كالجسد بغير روح، والمرأة لو خجولة لو بقت ما جميلة الرجل يرغب فيها. ولك دي مؤدبة يا خلي الشكل، شكل ده ما بتعجز بعد ذاك كان بقت كذا ولا كذا. يقول لك البنت دي خجولة، بل والله في نسوان كبار في السن تلقاه عمره 60 و70 سنة وتلقاه فيها خجل ما في بيد عمره 13 سنة. وزي دي ست السترة لو في مشكلة نص الليل بتنهارها بتسكت، لكن شفت الصوتة زي الجامبو ديك دي المصايب ذاته، تقوم تكورك ليك وما أمشي دقيق ما جبته وشنو ما عملته، وتزاحم الناس في في الافرام وفي المواصلات يا اخ تدفر الولد وتخشي وين وكوراك وجوطه، والله الذي لا اله غيره مغايز ذاته، بقينا ما عارفين ذاته نقول شنو. قبل البصات الباص وقف عطل قدر من الله تعالى، الرجال كلهم ثابتين وساكتين، مرت كورك في نص البص، ما في رجال في البلد دي؟ ايوه ما في رجال، ما في رجال، ما انت ما بتسافري براك. من في صحيح البخاري ومسلم اذا صح التعبير، لانه في صحيح البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم. ولذلك يا جماعه لابد الاسر تتعاون على البر والتقوى، بتربيها على الدين، تربيها على الحياء، تربيها على الخجل، عشان انت لما يجيك راجل وتدي المرأة دي تقول لدي ما ناقصها اي شيء، اي شيء ما ناقصها، اكل تسوي لك، شراب تعمل لك، اخلاق ما شاء الله، مشاكل بتحلها لك بعد الله تعالى. عشان كذا حفصه بنت سيرين لما ابوها او بنت عفوا سعيد بن المسيب لما ذاك اتزوجها وماشي الدرس قالت له إلى أين؟ قال إلى أبيك لآخذ عنده العلم. أنا قالت له ماشي، أنا قال لا ماشي لأبوك عشان أتعلم منه. قالت اجلس فإن علم سعيد هنا. قالت له علمه قاعد أكتب ساي، والله الذي لا إله غيره دي ما تبقى عليك إنت أجوشه، ترى هو غايته أولادك ما شاء الله بيقروا محد متعلمين، كان في نقاش في البيت انت بتنجغم انا بوريك من أزي. ولذلك موضوع طويل، فالزول يا جماعه الزول يتعلم والزول يعاون اولاده ويعاون زوجته، ولده ده بدل يسوق النادي يسوق المسجد، المانع شنو؟ وناس المساجد ما يطردوا الشفع، لأن الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحمل ام امامه ودي بتبته كان يحملها في الصلاة، فإذا ركع وضعها ثم سبح وعظم الله، فإذا قام رفعها، فإذا سجد وضعها في الصلاة. وكان الحسن والحسين ادخلوا المسجد وهما صغار في السن، بل نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس نزل من المسجد من المنبر لما رأى الحسن أو الحسين يتعثر أحدهما بثوبه نزل من المنبر. هس الشافع يجوا في الصف الأول يجروا ور يدعوه برا يجر فيه زي الجنانيتر ور يرميه بغادي، يا زول ده ظلم ابن عثيمين قال.
قال الطفل ما يجروه، ده حقه، ده حقه ما دام مميز ده حقه. وقال لو كتروا الأطفال يخللون بين الصفوف ما يخلون في صف واحد لأنه بيلعبوا، وده حق. أما الحديث ليليني أولو الأحلام والنهى أي منكم، ده لما نيجوا بدري، لكنه جاي في الرقعة الثالثة والطفل من الرقعة الأولى قاعد ويجره خدته ورا. ابن عباس لما صلى ورا النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كان غلاما صغيرا، فصلى عن شماله، قال فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم من أذني حتى جعلني عن يميني. طفل صغير. ولذلك انت بنات المطاب ديل تعاملوا جو المساجد ترغيب في الدين مش تنهر. ولذلك الكلام يطول جدا، الأسر تتعاون على البر والتقوى. المسألة الأخيرة وأنا أختم بها وأفتح المجال للشيخ شهاب إن شاء الله تعالى، الصبر. نحن نوصي الزوجين بالصبر بكل أنواع الصبر، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية أن لا يقع فيها، الصبر على أقدار الله. بعض الأقدار تؤلم العبد يعني من ناحية جسده أو كذا أو كذا، فالمرأة تصبر، ما تلاقي طفل تصبر تحتسب، بعدين الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الزوج ده فقير ومشى يشتغل في السوق وجاء آخر اليوم وما عنده شيء، ما تلومه، لأن الرزق بيد الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. المرأة تصبر وتحتسب لما الزوج يكون ما قادر يسكنها براء ويسكن معانا سابته، بتبتلى تتحمل تراعي الأحكام الشرعية وتصبر وتحترم هذا الزوج. هذا من وسائل ومن أسباب دخول الجنة، طاعة الزوج والإحسان إلى الزوج. والله في القرآن قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أنت كذا فكر في الكلمة دي، لتسكنوا إليها. الزوجة تكون سكن للزوج مش تطفشه قدر ما هي. واحد في البلد قال لي أنا بجي من الشغل العشاء، بخش بمرق أصلي العشاء بقعد في الحجر برا لما انتجي 10 بالليل، التنجي غاش البيت. قلت له يا معلم، قال لي والله الإزعاج ما بينفع معي، شوف عدل بالشكل طوالي لما ننوم وبعد ذاك أنا شنو بجي راجع. وده هروب، انت مفروض تعالج المشاكل، مفروض انت زادك تلعب الشافع بشكل انت ما تلعبه، الشافع ده انت ما تلعبه، انت اضحك معه ولعبه وكذا وكذا وضحكه والى اخره، والناس بتمرق الشارع ليه؟ لانه البيت ما مرتاحين فيه. انت لو ريحتهم في البيت ما كان طلعوا الشارع وطلبوا غيرك. ولذلك يا جماعه الصبر بين الزوجين، الزوج ذاته زي ما المراه تصبر، عفوا المراه تصبر، الرجل برضه يصبر، لانه المراه دي مخلوقه من ضلع شنو؟ اعوج. يعني مرات المراه دي عديل كذا ما بتجي معاك، واحد زائد واحد عندها ما اثنين، اثنين وربع مرات عندها كده، فانت الربع ده غايته تجازفه. في بعض العلماء بوبوا ابواب ابوابا في كتبهم ومصنفاتهم، كما في رياض الصالحين باب ما يجوز ما يباح من الكذب، وذكر فيه حديث ام كلثوم رضي الله عنها، وفيها ان الكذب في ثلاثة مواضع يجوز، وبعضهم قال المقصود التورية والتعريض إلى آخره، وبعضهم أخذ بالظاهر حديث الزوج لزوجته، يعني ممكن يجاسفه مع الزوجة يعني. طيب ممكن يجاسفه يعني مع الزوجة، وبعدين شنو؟ نمرة اثنين إصلاح ذات البين، لو في اثنين مشكلين عشان تصلح بيناتهم قال لك ممكن يجوز تستخدم يعني أحيانا يعني. وثلاثة الخدعة في الحرب، وده حديث عديل حديث أم كلثوم رضي الله عنها، وذكره الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب ما يباح من الكذب. فالمرأة دار صبر، مرات تعاكسك الله تقول لا ده بمبر، تقول لك كرسي، يا مرأة ده ما بمبر ما فيه حاجة ورا، ده بمبر زاي خلاص انت بعد تقول لها خلاص كرسي نشوف الموضوع الثاني. ومرات تجي فتران نص الليل
تعبان بذلت تخليك لما تصبح الواطة تقول لك أقعد أقعد أنا عندي معاك كلام، تجرك 3 ساعات ومرات تزوجها بعد 4 سنوات تنكت لك حاجات في الأسبوع الأول. أنا مرة اعترت في الشارع وفي ناس ضحكوا علي في الأسبوع الأول من الزواج، وإنت ما اشتغلت بي حاجات ذاته تلقاه غريقة قاعدة تستغفر إنت ذاته والله وتستغرب. ولذلك إنت تتحمل، ما بتتحمل الشغل ده صعب بعدين. ولذلك تصبر على الزوجة في أشياء كثيرة تبتلى فيها، تمشي الجيران تجيك تقول لك عندهم ستاير، تقول لها مرة ما في حاجة، تقول لك داك راجل وإنت راجل أمرك جيب زيه، تقول لها مرة ما الشغلة دي ما رزق من الله سبحانه وتعالى لأنه كذا وكذا وكذا، وتبقى في ابتلاءات. إنت بس تصبر، وما أي كلمة تنفعل معاه، وما أي مشكلة تمشي تحكيها برا وتجيب أبوها وتجيب أمها وتجيب أخوانها. لأنه يا جماعة الزول الليلة لو شاكل زوجته وصبر، ما لو مرق برا وجاء إن شاء الله جاب لها نص دستة بتاعت كبابي، قال لها هاك والمزاج الحمد لله يراق، جبت لك الكبابي ده عشان تسوي لنا شاي ولا جبنة بترويقها. لكن انت تسوي شكلها تتصل طوالي بأبوها، يا اخي المرة دي كرهتنا يا اخو دي ذاته شنو يا اخ وكذا، بعد شوية تجي الصالحة اها ابوها ده المشكلة تحلها معاه كيف تاني، تقعد برضه الصالح برضه امها توريها. ولذلك يا جماعة الانسان شنو دي مرحلة من 4، فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها، دي نمرة 4 في موعظة وفي ضرب وفي هجر، حتى ما عداك فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها لما تتقفل الشغلة مرة واحدة. وبعدين مرة جات لي اهالها ما يمسكوها مسكوها وكذا، واحد تلقاه اخوها منفعل والله ما نخليه الزول له وكذا وكذا وكذا، انت قال كذب تصليحه كذب تفسيده، جات طوالي ترجعها بيتها ودعينا على انه تصلح بيتها وكذا وكذا. والناس ان شاء الله يا جماعه الناس تصبر، الحياه دي ما فيها ابتلاءات وكلام كثير والاشياء الكلام يطول، لكن انا اكتفي بهذا القدر. لكن في الختام قبل ان اقدم الشيخ أشكر الجميع على حسن السماع، وأسأل الله يزوج لأيام المسلمين ويبارك لي الزوج والزوجة لأخونا جوش وحفظه الله تعالى وأولاده وغيرهم، ويبارك برضو لعمنا بشيبة والشباب كلهم ناس موسى وإلى آخره من الأخوان، ويزوج أخونا الطقة برضو معتصم أصل الدرب بعدد فتح له، قبل نحن قلنا نازل كانت لقلقوا أرمي إشارة أبقى بيغادي، لكن هسه الدرب فتح له طوال ان شاء الله الناس تجي ان شاء الله، ويزوج لجميع الايام والمتزوجين برضو. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.